المثال الثالث عندما تكون المصفوفة 3 أبعاد، فشلون نوجد لها الـ Eigen Values؟ راح نسوي نفس الفقرة اللي سويناها سابقاً، إنه من كل عنصر من عناصر القطر الرئيسي المين Diagonal نطرح اللمدة، فيكون هنا ما زال هي كل أصفار تكون ماينس لمدة ماينس لمدة ماينس لمدة. إذا كانت هي من حدين فنقدر نقول عناصر القطر الرئيسي ناقص عناصر القطر الثانوي، بس ما زال هنا 3 حدود. فايش راح نسوي؟ اللي نسويه هو كالآتي: عندنا العنصر A تايمز الماينر ماينس B تايمز الماينر بلس السي تايمز الماينر. فراح نشوف انه الاي هو ماينس لمدا، البي هو 1، السي هو 1، الماينر للاي هو ماينس لمدا تايمز ماينس لمدا ماينس 1، فالسالب لمدا في سالب لمدا ناقص الواحد في الواحد. الماينر للبي هو 1 في ماينس لمدا ناقص 1 في 1، والماينر للسي هو 1 في 1 ناقص ناقص لمدا في 1. بدنا نشوف انه شلون دا يصير الضرب. فعن طريق هذا اوجدنا هاي اللي يسموها characteristic equation، معادلة المميز. هذا فعندنا هنا 3 جذور، يعني 3 eigen values. نعوض الجذر الأول، ما زال الجذر الأول يختلف عن الجذرين البقية، نعوض هنا. من نعوض مكان اللمدة راح نشوف المصفوفة هالشكل تتغير، عناصرها تصير بهذا الشكل. فهنا راح نحتاج طريقة لاستخراج الأيتا اللي هي الايجن فاكتورز بدلالة الايتا 2 والايتا 3، او واحد من عندهم بدلالة الاثنين الباقيات. فهذا يتم عن طريق جاوس، استخدم نفس الاوبريشنز الجاوس، احول به هذا القطر الى 1 وهذني الواحد الى 0. عن طريق هذا يعني الحل الاوبريشن ستوبس هاي النقطة، بعد ما أقدر أن أحول هذا الصفر إلى 1 فانتهي إلى هذا المعادلة. أقول الأيتا 1 هو يساوي الأيتا 3 والأيتا 2 يساوي الأيتا 3 على أساس هذني الواحد والسالب 1 والواحد والسالب 1. انتهت إلى هذا المعادلة. فمن هاي المعادلة أقدر أستخرج الفاكتور الاتجاه، يعني اتجاهها باتجاه الـ X باتجاه الـ Y باتجاه الـ Z كلها 1. فكأنه الرسم، يعني إذا نرسم الاتجاه، الجذر نعرفه احنا هو 2، أما الاتجاه راح يكون بهذا الشكل، راح يكون هنا 1 هنا 1 والـ Z خلينا نقول هنا 1. فهي بالحقيقة ذني مجرد index وليست يعني values. اوكي، هذا اذا كان اللمدة 2، اما اذا كانت اللمدة متساوية سالب 1 فناخذها مرة واحدة ونعوضها بلمدة، ننتهي الى هاي الفقرة انه كل عناصر المصفوفة طلعت لنا 1. فهنا حتى لو نطبق جاوس يعني ما راح تكون مجدية، يعني الطريقة ما تكون مجدية. فننتهي الى هذا الحل، انه الايتا 1 بلس ايتا 2 بلس ايتا 3 تساوي 0 مهما كان. بمعنى انه اذا ناخذ الايتا 2 0 فلازم هذا 1 وهذا سالب 1 على مود يصير 0. فشوف الاتجاهات. او ناخذ خيار ثاني انه الايتا 3 0
فلازم هذا يكون واحد وهذا سالب واحد، موجب واحد سالب واحد يطلع لنا صفر. شوفوا الاتجاهات نختلف، مرة واحد يقول لا أنا أخذ هذا صفر وهذا سالب واحد، واحد هم يقدر يحطه هنا، يعني بالنتيجة هي مجرد اتجاهات، بس عندنا جذور ويا الكورسبوند متجه، يعني المرافق له هو هذا بكل بكل eigen values there is eigen factors. أوكي فهنا انتهينا انه شلون نوجد الايجن فاليوز والايجن فاكتورز. خلينا ننتقل للموضوع الاهم اللي هو حلول المعادله التفاضليه باستخدام السيستم. احنا مرينا بالمحاضره الاولى انه كيفيه تقليل الاوردر للديفرنشال ايكويشن باي اسيومينج واي 1 واي 2 واي 3 ذات تذكروها. نفس المبدأ راح نستخدمه هنا، إذا أريد نحول الـ ODE إلى System نفرض I1 للـ Y، I2 للـ Y prime، I3 للـ Y double prime وهكذا. خلينا نترجم هذا إلى يعني هذا المثال، ينطينا مثلا بهيجي يعني معادلة أو معادلة تفاضلية اللي بيها برايم، هنا أنا double prime يعني second order، مطينا two initial conditions ويريد الحل، يعني يريد الـ particular solution، ما زال مطينا initial conditions. فإذا هو محددني بالسؤال إنه حولها converting it to coupled first order، هذا معناه إنه لازم أحلها بطريقة المصفوفات. فأفرض متغيرين بما إنه عندي هنا درجة ثانية، المتغير الأول للمعادلة، المتغير الثاني للمشتقة لها. هنا أنا كلها الغاية من عندها هي كتابة، إنه كتابة الـ X برايم اللي يتضمن الـ X1 والـ X2 هو الـ A الماتريكس للمعاملات coefficients في الـ X اللي هو الـ eigenvectors x1 x2. بنشوف الـ x برايم اللي هاي الجهة، ونشوف الـ a اللي هاي معاملات يعني minus 1 على 2 5 over 2 وهكذا، والـ x هو الـ x1 والـ x2. فرتبنا المعادلة التفاضلية بهاي الصيغة. الغرض من عندها انه إيجاد الحلول، يعني إيجاد قيم الـ X مع العنصر الآخر، وعن طريقه نقدر نوجد الـ Y للحل العام، أو بعدين يعني نوجد الحل الخاص. فهنا طبعا يعني مجرد تحويل، ما كملت الحل هنا، بس هو أكيد راح يعني نكمل الحل ونوجد الـ Y مع الـ T. فإذا كانت المعادلة التفاضلية بهذا الشكل، خلينا نقول معادلة تفاضلية على شكل System، فهذا homogeneous. أما إذا كان عندي J فنان homogeneous، يعني فهنا التعريف يشبه التعريف إذا كان عندي single equation، ما عندي doubled or third equations، يعني عندي مصفوفة نفس حالة من حال اللي كنا ناخذها للسنجل. مثال آخر انه معادلة تفاضلية من الدرجة الرابعة، نريد نحولها إلى سيستم، فراح نفرض أربع متغيرات، دائما المتغير الأخير يأخذ معادلته من السؤال نفسه، أما البقية مثلا مشتقة الواحد هو نفس الاثنين، مشتقة الاثنين هو نفس الثلاثة. فتشوف أطبقها by hand وشوفها أنه صحيح هذا الكلام أو لا. فإحنا دائما يعني seek the solution for the system، فإحنا نريد الحل عندما عندنا معادلة تفاضلية، مثل ما أوجدنا الحل من عندنا متغيرات. خلينا نقسم الحلول حسب أنواعها، حسب أنواع الـ eigenvalues. النوع الأول إذا كانت الـ يعني إذا الـ eigenvalues real،
وديستينكت، يعني لمدة واحد لمدة تو تختلف from each other. النوع الثاني إذا كانت complex conjugate eigenvalues، يعني مثل هذا complex بس conjugate يعني plus minus semi conjugate مرافق له، وrepeated eigenvalues من يكون مثل هذا يعني لمدة واحد لمدة اثنين يحمل نفس الفاليو، ونوع آخر من يكون السيستم non homogeneous يعني من يكون عندي t عندي إضافة إلى ال ax عندي gt يعني شيء ويا t، وبالأخير إذا كان نريد نطبق اللابلاس ترانسفورمز. فشوفوا إنه إحنا مرينا على نفس التسلسل اللي أخذناه للسينجل إكويشن، أسد نمر للمصفوفة. فنأخذ أمثلة ونأخذ أيضا توتوريالز عمو نتقوى ونعرف يعني ندخل بتفاصيلها. أول شيء إذا كانت الـ eigen values distinct real معناته أنه منفصلة وتحمل قيم مختلفة. مثلا هاي المعادلة التفاضلية بها initial conditions، إذا نحلها بطريقة الاعتيادية يعني single نعتبرها single equation، فرح ننتهي نفس الحالة أنه الجذور إلها مختلفة، وراح نفرض يعني الـ y as صفر لأن homogeneous، وناخذ حال واحد ليش لأن المعادلة linear. أما إذا نحلها بطريقة المصفوفات مثل ما هو بالسؤال طالب، يعني طالب هذا الشيء convert the following differential equation into a system، فهو يريد هالسيستم. فنفرض المتغير أول متغير ثاني اللي عندنا أعلى باور 2، دائما المتغير الثاني يأخذ معاملاته من المعادلة نفسها، المتغير الأول هو نفسه مشتقة أو نقول مشتقة الواي هي الـ x2، فرتبناها x برايم يساوي a x، هذا الترتيب الأول. بعدين نوجد الـ eigenvalues، شلون نوجدها؟ عن طريق الـ determinant، نرتب المعادلة بهذا الصيغة وناخذ الحد الرئيسي ما زال هي من درجة ثانية، فهو عناصر القطر الرئيسي ناقص عناصر القطر الثانوي يطلع لنا بهالمقدار، فيطلع لنا الجذر الأول يختلف عن الجذر الثاني مثل ما قلنا هي real distinct وبس real يعني ماكو imaginary part. فهنا أنا راح نستخرج الـ eigenfactors لكل لمدة ما زال هي اللمدة مختلفات، فنفرض أنه اللمدة سالب 3 نعوض سالب 3 بهاي الماتريكس، راح نستخرج معادلة واحد بدلالة الآخر، يعني أنبه على هذا، هذا من نستخرجه نأخذ واحد من ذني الصفوف، فمثلا نأخذ الأول فثلاثة في أيتا 1 بلس أيتا 2 يعني واحد في أيتا 2، فنترتب يطلع بهذا الشكل. الـ الـ الأفضل أنه تخلي واحد بدلالة الثانية، يعني مثلا نقول العنصر الأول هنا أيتا 1 العنصر الثاني حيكون ماينس 3 أيتا 1، بعبارة أخرى إذا كان الأيتا 1 واحد فالأيتا 2 راح يصير واحد سالب 3، واضح؟ عندما الأيتا 2 half 1 over 2 نعوض بالماتريكس، نستخرج نفس الحالة نستخرج الأيتا 2 بدلالة الأيتا 1، فهنا نطلع لنا الفكتور 2 على 1. فانتبه على الجنرال سوليوشن، انتبه والله على الجنرال سوليوشن، شوفوا انه هو مشابه اللي كنا ناخذه بالسنجل كويجن ما عدا انه هذا ما كان اكو. فالجذر الاول سالب 3 الجذر الثاني 1 على 2، وطبعا هنا ما كان نرمز له متجه لان هو كان سنجل واحد، فكان y t هناك c1 exponential
minus 3t exponential 1 over 2t times t. أما هنا بالسيستم راح يكون بها eigen factors وياه. معناته شنو؟ معناته أنه هذا ينضرب بهذا وبعدين ينضرب بهذا، فيصير كأنه معادلتين c1 plus 2c2 بعدين سالب c3 c1 plus c2 equals 9. ليش؟ لأن هنا عندما الزمن صفر عندما الزمن صفر الماينس أربعة هو الدالة اللي هو x1، وعندما المشتقة الدالة صفر المشتقة تسعة، عفوا يعني عندما t صفر مشتقة الدالة تسعة، مشتقة الدالة يعني x2. فنعوض بما أنه هنا متجه يعني x1 x2، نعوضها هنا لاستخراج c1 وc2. من استخرجنا c1 وc2 طلعت لي معادلتين على شكل مصفوفة، فيطلع لنا الحل الحل البارتيكولر سولوشن يطلع لنا بهذا الشكل. فنشوف انه كل شيء هنا دبلد اور كابلد، بس المبدا هو يبقى نفس الواحد نفس السنجل. الكابل نفسه